زين هاي وحده. الشغله الثانيه انه حكينا على الويف نمبر اللي ممكن احتمال تجي قد يكون بها سؤال اتوقع يعني. الويف نمبر بس ركزوا لي، الويف نمبر هو شنو؟ من يقدر يجاوبني شنو هو الويف نمبر؟ دكتور الويف نمبر الموجات بالسنتيمتر معين. الموجات بالسنتيمتر بالضبط، يعني هو فريكونسي حاله حال الفريكونسي العادي، لكن هنا الفريكونسي اللي مثلا كنا باليوفي نشوفه هو النمبر اوف ويفز بير تايم، يعني عدد الموجات بوقت معين. هنا الويف نمبر هو شنو؟ راح يكون عدد الموجات بديستانس معينه، يعني بالسنتيمتر الواحد. فاذا اعطيكم فد معادله، مثلا اعطيكم ويف لينث لموجه معينه واريد منكم تحسبوا لي الويف نمبر، شو راح تحسبونه؟ القاعده شو تقول؟ الويف نمبر شو يساوي؟ واحد على واحد على الويف. ها زين، الويف نمبر شلون احسبه؟ اي ويف نمبر، اي ويف لينث اجيبه واخليه له، لازم اكون في نقطه معينه اخذها بنظر الاعتبار. سنتيمتر سنتيمتر عافيه. فشوفون هاي عندكم الاكزامبل اللي قدام مكتوب 24 واحد كاتب كالكوليت ذا ويف نمبر اوف ا بيم اوف انفرا ريد راديشن وذ ا ويف لينث اللي هو ايش قد؟ 5 مايكرومتر. فاحنا القاعده نطبقها، الويف نمبر يساوي 1 على اللمدا، لكن المايكرومتر لازم احوله الى المن، لازم احوله للمتر. فش نسوي؟ احنا قسمنا 1 على 5 مايكرومتر نضربه في ايش قد؟ في 10 اس ماينس 4 حتى نحول المايكرو الى المن للسنتيمتر. ليش؟ لان المايكرو ايش قد؟ المايكرو هو 10 اس ماينس 6 صح ولا لا؟ والسنتيمتر ماينس 2، فنضرب في 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 ماينس 4 على مود يتحول من ال يعني من المايكرون المن للسنتيمتر، وبالنتيجه يطلع عندي الويف نمبر هو 2000 سنتيمتر ماينس 1. واضح؟ هاي قدامكم التوضيح لي. واضح طلاب؟ واضح دكتور. زين، اكزامبل الثاني قد يكون هالمسائل. اي الانرجي شو تساوي؟ ثابت بلانك في الفريكونسي، اذا تذكرون بالمعادله الانرجي تساوي ثابت بلانك اللي هو اتش في الفريكونسي. الفريكونسي ممكن شو نسوي؟ ممكن نحوله اعتمادا على المعادلات السابقه هو السبيد اوف لايت في الويف نمبر. فممكن انه هذا نحسب الانرجي لهذا البيم اللي عندنا نفس الموجود. كالكوليت ذا انرجي ان جول اوف وان فوتون، يعني نفس هذا الراديشن اللي استغلناه سابقا اللي نعرف الويف نمبر مالته. فش نقول انرجي شو تساوي؟ راح تساوي بلانك كونستانت اللي هو ثابت 6 في 36 في 63 مرفوع مضروب في 10 اس ماينس 34 في الفيلوستي اوف لايت ثابته 3 في 10 اس سالب 10 سنتيمتر في الويف نمبر اللي هو ال 2000. فاذا اجيبكم سؤال مثلا احسب الانرجي لهذا، مثلا هذا السؤال اللي هو 24 واحد calculate the energy for the beam with wavelength 5 micrometer. فايش تسوي؟ تحول ال 5 micrometer الى الويف نمبر وتطبق المعادله بعدين. طيب ما يتعلق بال المسائل. واحنا حكينا وطيتكم اكزامبل على المسائل هواي، فممكن تستخدمونها وتعرفون التفاصيل مالها. تمام؟ تمام طلاب؟ تمام دكتور. احنا هاي المواضيع باعتبار مارين عليها، فراح نمر على يعني نقول سريع. مثلا السبكتروسكوب ممكن يكون اتوميك او موليكيولار. الاتوميك اللي هو الابزوربشن او الـ يعني خلينا نقول هاي المعلومات اللي اخذناها بالمحاضره الاولى ما عندنا مشكله بها. البيرز لامبرت لو، البيرز لامبرت لو ذكرونه اللي هو عباره ممكن نقول يعني البيرز لامبرت لو تذكرون شو يقول البيرز لامبرت لو؟ اي دكتور يعني الابزوربنس، الابزوربنس تتناسب تناسب ويا التركيز. اي وبعد وتتناسب تناسب طرديا ايضا باث لينكث اللي هو الثكنس. زين، اذا كان التناسب الطردي مع التركيز شو نسميه هذا بوحده؟ يعني اذا كان الابزوربنس بير لو دكتور، بير لو. عافيه. واذا كان تتناسب ويا لامبرت، لامبرت لامبرت من ندمجهم سوي يصير بيرز لامبرت لو. فهاي ممكن تجيكم مثلا بيرز لو مثلا اكسبلين او خلينا نقول يعني ستيت فور ذا بروبورشنز اوف ابزوربنس وذ وحده من هذين، وحده اثنين ثلاثه اربعه، فمن الصح؟ فعندي البيرز لو راح يكون له علاقه بالكونسنتريشن، واللامبرت لو بحده له علاقه بال
بال الويف لينث او خلينا نقول الديستانس هو البيرز لامبرت لوش بي راح يربط هاي التو لوز او هاي القانون يربط الابزوربنس مع الكونسنتريشن ومع الويف او خلينا نقول هو الباث لينك. تمام تمام دكتور. زين انا ما ادري التليجرام جاي هواي تشيك شي كمي شو المشكله. لا الرابط نفسه اللي هو على التليجرام يعني شو عيد مره ثانيه دزه خلي هذا هو الرابط نفسه خلي ارجع مره ثانيه اعطيكم اياه. هذا الرابط دزيتكم اياه. الشاشة واضحة عندكم طلاب مو؟ اي واضحة دكتور. تمام تمام زين هسه عرفنا الكروموفور عرفنا شنو معنى الكروموفور اللي هو شنو اللي هو يكون responsible for شنو الكروموفور for absorption of beam of light. اه الابسوربشن تمام ما ادري اكو طلاب يقول ما جاي يفتح رابط. هذا الرابط نفسه اللي وانا دخلت عليه واللي طلاب داخل عليه ما اعرف شنو المشكله اللي يعني احنا داخلين عليه وهذا نفس الرابط الاشكال شنو ما ادري ما اعرف. الكروموفور راح يكون عندي شنو شنو هي الكروموفور راح يكون هاي اكزامبل على الكروموفور يعني ممكن يكون عندي خلينا نقول الموست كمان كروموفور اللي هي الكونجيجيتد سيستم اللي هو دبل بوند دبل بوند سواء داين او الانون. وبعض الاحيان يكون شنو عندي الكروموفور اللي هو ذا كان عندي الهيترو اتوم يعني مثلا كربون اوكسجين اللي هو الكربونيل. الكربونيل هم نقدر نعتبرها كروموفور لكن شنو فرقها عن الداين؟ من يقول الفرق بين مثلا الكربونيل والداين كونجيجيت الداين شنو الفرق بيناتهم؟ دكتور اللومبير. ها هنا أنا شو حصل عندي بالنسبة للكربونيل بها لومبير واللومبير هو اللي يصير بي إكسايتيشن هاي وحدة. الشغلة الثانية مالت الانتنسيتي مالت الكربونيل أو خلينا نقول النيتروجين نيتروجين تكون أقل مقارنة بمن بالكونجيجيت الداين. الكونجيجيت الداين الانتنسيتي مالت تكون عالية البيك تكون واضحة لكن بالكربونيل مثلا أو النيتروجين نيتروجين أو النيتروجين أوكسجين يكون البيك الانتنسيتي مالتها قليلة. فشنو صار عندي هاي إكزامبل هذا التيبل اللي موجود عندكم اللي هو اكزامبل على الكروموفور. فعندكم مثلا الكونجيجيت داين كلش واضحه التراين المهم البنزين رينج اذا كان عندي دبل بوند ويا كربونيل هم ما عندي مشكله بهم. الكربونيل بحاله نقدر نعتبرها كروموفور اي نقدر نعتبرها كروموفور. النيتروجين نيتروجين دبل بوند كذلك النيتروجين اوكسجين كربون سلفر هذول كلهم نقدر نعتبرهم كروموفور. وش جاي تشوفون الدليل انه شنو اللمده ماكس وين تصير تصير وين تصير بالنير يوفي يعني فوق ال 200 فوق ال 200 فهاي نقدر نعتبرها كروموفور لكن الانتنسيتي مالتها تكون قليله فمو كل الاجهزه ممكن تتحسس لها وتقيسها. تمام دكتور حفظ. نعم ذا نحفظ مو حفظ اكزامبل يعني هسه مثلا نشوف السي او بحدها ما عندك بعد دبل بوند ثاني يقول عليك كروموفور لو لا يعني مثلا اجيبك بالامتحان مجموعه مركبات فد خمسه واقول لك منو هذول كلهم كروموفور ما عدا واحد بعدهم ما ممكن نستخدمه باليوفي. فإذا مثلا واحد بيكربونيل واحد بنيتروجين نيتروجين دبل بوند واحد بنيتروجين اكسجين واحد بداين وواحد مثلا بي بس سي او او خلينا نقول كحول فمن اللي خلينا نقول ما نقدر نستخدمه باليوفي فنستبعد مثلا اللي بي بس او ما بي نيتروجين ما بي خلينا نقول. فهذني كاكزامبل على الكروموفور مو تحفظهن يعني بس انت من شوف ان نفس الجروبات يعني. العفو دكتور. تمام نعم دكتور يعني اذا ما اجتنا مثلا بس سي او بدون كونجيجيشن اقدر اعتبر انها راح تطلع هاي اكزامبل هسه مو الاكزامبل قدامك سي او بدون كونجيجيشن هاي الموجوده اول وحده الكربونيل والنيتروجين دبل بوند نيتروجين هي الازو همين بدون كونجيجيشن والنيتروجين اوكسجين والكربون اذا كلهم يعتبرون كروموفور والكونجيجيت خوبية واضحه هاي اذا كانت كربونيل وياها دبل بوند كونجيجيت راح يطلع البيك كلش واضحه ما عندي مشكله بيها. لكن الكربونيل بحد راح يصير شنو عندي يصير عندي ان باي ستار ترانزيشن يصير دكتور على البوردر لاين عن نير فما تفيدني منو هي
للان باي ستار يعني بحدها بدون كونجيوجيشن. لا هم تطلع فوق ال 200 بس يعني دكتور على البوردر لاين. فوق ال 200 مو على البوردر لاين. الانتنسيتي مالتها تكون قليله، ارتفاعها مو كلش تبين واضحه. هسه تشوف الكربونيل ايش قد قدامك اللمدا ماكس ايش قد كاتب القيمه 280. انت ايش قد عندك البوردر لاين على قولتك 200 مو صح ولا 200 عابره لو ما عابره؟ عابره بس يعني اقول يعني قليله يعني ارتفاعها. لا لا ما عندك مشكله 205 200 مهم يعني الكربونيل تجي ب 205 ممكن ما لا يعني عندك يعني قصدك انه هي ضمن السكوب لكن انت ضمن السكوب ارتفاعها مو كلش واضحه مو كلش واضحه. الكونجيجيشن اذا صار يكون بين كلش واضحه ترتفع يصير الانتنسيتي مالها عاليه فالجهاز بسهوله ممكن يحددها ويقراها. بس اذا كانت ببعدها شويه صعوبه يعني مو اي جهاز ممكن يقراها لكن هي بها ممكن نستخدمها يوفي اي نقدر يعني بس كربونيل نقدر نستخدمها يوفي نقدر بس ازو كمباوند نقدر نستخدم له يوفي نقدر نستخدم له يوفي. السؤال هالشكل اكو تفاصيل تفاصيل انه ممكن يكون هذا الانتنسيتي عاليه انتنسيتي قليله جهاز يقيسه بس بالبرنسبل الاساس البنزين رينج نقدر نستخدم له باليوفي نقدر نستخدم باليوفي. هذه الفكره اللي اريدكم صوتكم واضح تمام. طبعا هنا ايش راح يصير عندي هاي الترانزيشن اذا كان عندي هاي مثلا يعني خلينا نقول دبل بوند ويا هيترو اتوم مثلا دبل بوند ويا اكسجين دبل بوند ويا نيتروجين دبل بوند ويا سلفر. هاي الهيترو اتوم اللي بيها الكترون بير بيها الكترونات بس الكترون مزود الكتروني اللي شو يصير اذا عندي الكترون بير ان يعني شنو معناها راح يصير عندي ان باي ستار ترانزيشن ان باي ستار تمام. تمام ولا تمام دكتور زين. هسه ارجع اسالكم على الكربون. الكربونيل هسه شنو بيه شنو انواع الانتقالات اللي راح تصير بها الممكن ان باي ستار. هذه وحده من عندهم اللي هو نقدر نشوف يطلع ال 208 ان باي ستار. يصير عندي باي باي ستار لو ما يصير اي دكتور يصير باي باي ستار باي باي ستار. بس وين يصير هنا الباي باي ستار لان دبل بوند اي دبل بوند اكو باي باي ستار بس وين راح تطلع الباي باي ستار تطلع جوا ال 200 لذلك ما تفيدنا احنا من قلنا الدبل بوند وحده بوحده تطلع جوا ال 200 الباي باي ستار تطلع جوا ال 200 لان العفو طلع جوا ال 200 لان ما عندي كونجيجيشن ايه عفو. اذا كونجيجيشن تصعد اذا الباي باي ستار وين تطلع اذا وحده باي باي ستار تطلع جوا ال 200 منين خليها كونجيجيشن تعبر ال 200 وتبين. بس بالنسبه للان الهيترو اتوم اللي موجوده الان النيتروجين بير اللي موجود هذول الترانزيشن مالهم يكون ان باي ستار هو اصلا مسافه اقل من باي باي ستار يكون قليل فيطلع وين فوق ال 200. فهسه مثلا بالكربونيل راح يتكون عندي نوعين من الترانزيشن اللي هو الباي باي ستار موجود بس بحده ما بي كونجيجيشن وين يطلع يطلع جوا ال 200 فما اقدر احسسه. لكن الان باي ستار وين يطلع يطلع فوق ال 200. فشوفون هاي الفاليو اللي هنا اغلبها مثلا حسب اللي يطلع الان باي ستار ممكن او ممكن باي باي ستار اذا كان عندي كونجيجيشن. وضحت الفكره ولا انا شويه قاعد اركز اعيد بي اكثر من مره؟ نعم دكتور الان ان سي ستار هم تطلع شلون الان سيجما ستار هم تطلع باول واحد مثل الكربونيل ان سيجما ستار؟ لا ما يصير ما تطلع يعني هي ان سيجما ستار يصير صعبه الترانزيشن. من الاسهل ان سيجما ستار لو ان باي ستار؟ لا يعني ده هو ان باي ستار اكيد يعني بس يعني كنظريا اذا اجت ضمن الام سي كيو تصير يعني لو اذا اقول لك بوسيبل ترانزيشن مثلا انيوميريت ذا بوسيبل ترانزيشن ممكن انت عندك اربع احتمالات للترانزيشن الانتقالات اللي ممكن تصير اربعه هن ستة انواع اللي ممكن تصير اربعه صح لو لا اثنين فوربيدن واربعه ممكن يعني مثلا سيجما ستار ممكن يصير بس ما راح اشوفه الباي باي ستار ممكن يصير ان باي ستار وان سيجما ستار هذول ممكن يصيرون ممكن يصيرون بس انا اقدر استفاد منهم باليوفي ما راح يفيدوني باليوفي ولي. ما اسوي فش استفاد باليوفي استفاد باليوفي الباي باي ستار واستفاد الان باي ستار خوش تمام زين دكتور الكونجيجيشن داين هسه هاي الجواب ايه ايش بيه داين هم هسه بيهن اثنينات ان باي ستار والباي باي ستار مين الداين مين من لها ان من لها ان الباي لا اقصد مو باي باي ستار باي باي ستار ايه لان ما موجوده أيه. وال سيجما ستار سيجما ستار حتى لو صارت اذا صارت سيجما ستار وين تطلع الابزور وين الابزور شو مال يصير حدود ال100 100 قليل كلش ما تبين ما راح تفيدني
سواء صارت او ما صارت، حتى تصير ممكن ثيوريتيكال تصير، بس انا سواء صارت او ما صارت ما عندي مشكله. خلاص تمام يعني دكتور كنظريا هي موجود، نظريا موجود إيه. اذا انطيت انرجي كافيه ممكن يصير عندي سيجما سيجما ستار، بس هنا معناه كانما تقريبا المركب يتكسر. فانا شو اسوي؟ ما انطي انرجي عاليه، انطي انرجي قليله فوق ال 200. انا مثلا من انطي راديو فريكوينسي شطي حتى يصير عندي سيجما سيجما ستار، لازم انطي يعني خلينا نقول الكترو ماجنتيك راديشن يكون الفريكوينسي مالته او الويف لينث مالته وين؟ بالمية. شو اسوي بالمية؟ انا المية الانرجي مالته عالي، ايش راح يسوي؟ راح يسوي الاكسايتيشن للسيجما سيجما ستار، ما يفيدني، ما استخدم انا هذا. انا شو اسوي؟ انطي فوق ال 200. الغرض انه انا شنو احتاج هنا؟ انا احتاج بهاي اليو في راديشن لازم انطي راديشن يتراوح من ال 200 لل 800 بس، وهذا ال 200 لل 800 من نطي للموليكيول شو يسوي لي؟ السيجما سيجما ستار ما راح يفيده، ما راح يسبي اكسايتيشن بال 200 وفوق، يسبي اكسايتيشن وين؟ جوا ال 200. يعني انا جبت مركب وخليته بالجهاز وانطيته راديشن وياي. نعم دكتور. زين، هذا الراديشن عادة شو يكون؟ الجهاز يطي من 200 وفوق، مو صح ولا لا؟ اذا انطيته 200 وفوق شنو اللي راح يصير فعليا؟ يصير عندي سيجما سيجما ستار؟ لا ما يصير، لان هي اقل اصلا. بس هي نظريا اذا انطيت انرجي عاليه يصير سيجما سيجما ستار، بس انا ما منطي انرجي حتى اسوي سيجما ستار. انا شو اسوي؟ منطي انرجي 200 وفوق اللي هي تشتغل، تشتغل على الباي وتشتغل على الان، ما راح تشتغل لي على السيجما. ثيوريتيكال تصير اذا انطي طاقه واذا اكو انرجي اكثر من السيجما ممكن يتكسر المركب، كلها تصير ثيوريتيكال، بس بالجهاز ما راح تصير. بالجهاز ايش راح يصير عندي؟ يصير عندي الباي باي ستار والان باي ستار. تمام دكتور، وضحت؟ وضحت وضحت دكتور. استخداماته وين استخدمه؟ اليو في حكينا عليها سابقا، مثلا قلنا انه ممكن نحدد الكونسنتريشن. نعم دكتور، بس قبل لا نعبر الباي باي ستار، نعم فقط بالكونجكشن تطلع فوق ال 200 الباي باي ستار. الباي باي ستار اذا وحده دبل بوند، هسه من نحكي دبل بوند ممكن كربونيل، ممكن كربون نيتروجين، ممكن كربون كار، اي دبل بوند، اي دبل بوند عندك موجوده، اي دبل بوند. الباي باي ستار مالها وين يطلع؟ بحدها تطلع جوا ال 200، تطلع 170 160 180. تفيدني لو ما تفيدني؟ لا ما تفيدني، ما تفيدني. اذا دبل باي باي ستار شو وقت استفاد من عندها؟ حتى استفاد من الباي باي ستار شو اسوي؟ لازم اخلي كونجيجيشن يكون دبل بوند سنجل بوند دبل بوند. هسه شنو يكون اطرافين؟ شو يكون بيناتهم؟ ايش ما يصير؟ خي يصير اكسجين نيتروجين، المهم دبل سنجل دبل. من اسوي هالشكل ايش راح يصير عندي؟ كونجيجيشن. كونجيجيشن شو يسوي؟ يسوي لي ريد شيفت، يعني اللونجر ويف لينك. فبدل ما يصير 170 ايش بيه الكونجيجيشن راح يحولها يصير فوق ال 200. من تعبر فوق ال 200 راح استفاد من عندها، اقدر اقيسها. فالباي باي ستار هم بتكون موجوده هي، بس انا شو احتاج؟ من اعطي 200 ما راح يصير عندي باي باي ستار. اذا كانت دبل بوند وحده وحده بوحدها، من اعطي 200 ما يصير عندي باي باي ستار، لان طاقه اقل لازم طاقه اعلى. فش اسوي؟ اسوي كونجيجيشن، يعني انزل الطاقه اللي احتاجها، يعني انطي لونجر ويف لين، فتصير فوق ال 200 بس. الان باي ستار لا ابحدها، الان باي ستار هاي الالكترون بير المزدوج هو هذا من 200 وفوق عادي ما عندي مشكله بي. يطلع. وضحت دكتور، شكرا. وضحت هسه الامور؟ وضحت وضحت. المحاضرين ما شو اسوي؟ المحاضره جايه تسجل يعني بلكي يراجعوها مره ثانيه. زين، استخدامات اليوبي قلنا استخدامات انه ممكن نعرف ما عنده مثلا الكونسنتريشن. طبعا من نعرف الكونسنتريشن شنو اقدر اعرف؟ اي شيء يتعلق بالكونسنتريشن اقدر يعني عرفت الكونسنتريشن اقدر اعرف ما عنده المولكيولر ويت. لو ما اقدر اعرف من المولكيولر ويت اقدر اعرف من عنده المولكيولر ويت، يعتبر عندي مثلا كونسنتريشن وعندي مثلا ويت موجود اقدر اعرف من عنده المولكيولر ويت. زين، اقدر اعرف الامبيوريتيز اللي موجوده بالماده، اكو ماده سواء بيور او امبيور، ممكن اقدر اعرفه عن طريق اليو في. ممكن شو اسوي؟ اقدر احدد الانون، يعني الايدنتيتي اوف ذس كومباوند. عندي سبستانس اي وات ايفر، هاي الماده اي اللي هو قايل لي هاي الماده تكون اسمها خلينا نقول اسبرين، صدق اسبرين لو لا؟ فش اسوي؟ اسوي لها باليو في، اشوف اللمدا ماكس وينها واقارنها بالستاندر. ممكن اشوف اللمدا ماكس بالستاندر ايش قد واشوف اللمدا ماكس فعليا واقول هو المركب نفسه او لا. ممكن استخدم لها الرفراكتيف اندكس كذلك، هم يعتبر من الثوابت. يعني هسه ناش كاتب هو الاستخدامات مالته، حاكي عنها سابقا احنا اكثر من مكان ذاكرين
اليوزز مالته. الديتكشن اوف فانكشنال جروب هاي مو كلش مهمه، مو كلش واضحه بصراحه. يعني هنا الفانكشنال جروب باليوفي مو كلش ممكن تفيدني بالاروماتيك رينج، اعرف اذا عندي اروماتيك رينج اي ممكن، بس ما اقدر استخدمها يعني خلينا نقول بعض الـ يعني ما تعطيني صوره واضحه على الفانكشنال جروب، مو مثل الاي ار. الاي ار تعطيني جروبات مضبوطه. الامبيوريتيز هاي حكينا عنها، الكواليتاتيف والكوانتيتاتيف يعني نوع الماده وايش قد تركيزها، نوع الماده والمولكولر ويت، ممكن احسب عندها البي كي اي، هاي الامور اللي متعلقه بالكوانتيتاتيف. وممكن تعطيني شنو مثلا اذا سويت يعني نقول هاي الخطوه الاخيره انه ريليشن شيب بتوين ديفرنت جروبس اند ديتكت ذا كونجيجيشن اوف كومباوند. يعني بعض الاحيان مثلا عندي مركب وضفت له جروب ثانيه، فشوف هاي الريليشن شيب بين هاي الجروبات اكو صار انتراكشن، تقيس هذا الانتراكشن بين قوسين ممكن تقيس الكونجيجيشن اللي جاي يصير عندي بالمركب. تمام تمام دكتور. هنا حشينا على الـ transition ومرينا عليها. عندي أربع أنواع اللي تكون possible، عندي نوعين يكون forbidden اللي هو sigma للباي والباي للsigma star، هذول forbidden، هذول ما يصيرون يعني، لكن البقية يصيرون. أنا شو استفاد لكن من عندهم sigma sigma star ما استفاد من عنده نهائيا لأنه يكون out of range. اللي استفاد من عنده اللي هو الباي باي star، واستفاد من عنده الn باي star. قلنا نفس الشيء باي باي star إذا كان عندي conjugated system، والn باي star إذا كان عندي هترو اتوم بها الكترون بير، هذا اللي استفاد من عندهن. تمام، وهذا الحكي نفس الحكي انا هنا. الباي باي ستار عاده يكون الانتنسيتي مالها اعلى مما موجود بالان باي ستار. وياي العفو دكتور. نعم. بس اريد اتاكد ملاحظه ارجع اكتبها. الان باي ستار اذا لون بير، والباي باي ستار اذا كان دبل بوند عندي. الان باي ستار اي اذا كان عندي الكترون بير، يعني مثلا من نقول ان باي ستار لازم عندي اكسجين مثلا، عندي سلفر، عندي نيتروجين، هذين اللي بيها الكترون بير. من نقول كربون كربون هاي ما بيها لون بير، ما بيها ان، يعني هذين اللي بيهن الكترونات بحد ما مرتبطات على شكل بوند، يعني اخلي عليهم نقاط. الاكسجين اخلي عليها نقطتين او نقط اربع نقاط، النيتروجين اخلي عليه نقطتين، السلفر ممكن يصير بيه سته. وياي هذول النقاط هم نعتبرهم لون بير، هذول اللي يسموهم ان، يعني عبارة عن إلكترون بير ما داخل بي آصرة لا سيجما ولا بوند، يعني إلكترونات بس ما بتستركب آصرة لا هو سيجما ولا هو باي. تمام، يعني الإلكترون شنو عندي؟ عندي أما يكون سيجما بوند، يعني إلكترون داخل بآصرة سيجما، أو إلكترون داخل بآصرة باي، أو إلكترون فري، مو هالشكل ولا. هالشكل ولا واضح دكتور؟ واضح واضحه. زين، الشيء المهم اللي اريدكم تعرفونه هنا، الان باي ستار والباي باي ستار هذول طبعا اكو يعني خلينا نقول بين قوسين الايفكت اوف سولفنت، البولاريتي اوف سولفنت. يعني اذا استخدمت بولار سولفنت ايش راح ياثر على الان باي ستار، وش ياثر على الباي باي ستار. وياي وياك. هاي احتمال كبير تجي، احتمال كبير تجي مثلا بالام سي كيو. يعني اذا كان عندي بولار سولفنت شنو تاثير يعني مثلا استخدمت ماده معينه بتو سولفنت، اول مره سولفنت نن بولر وسولفنت ثاني بولر، ايش راح تتوقعون يصير بالويف له بالان باي ستار؟ ايش يصير بيه؟ بلو شيفت. بلو شيفت ليش؟ تقلل الانتنسيتي مال الالكترون عندنا، يعني اعتماد الان باي ستار على الالكترون لون بير. وياي يعني انا عندي مثلا الان باي ستار قلنا لازم يكون بيها اكسجين، بيها نيتروجين، بيها سلفر، صح ولا لا؟ يعني هاي اللي تكون بها الكترون، يعني تعتبر شنو بها الكترون بير. زين البولر سولفنت شنو هو؟ يعني خلينا نقول محتواج. احتمال من يكون عندي انا بولر سولفنت ممكن ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي هيدروجين بوندينج. وياي ولا البولر سولفنت ايش راح يسوي؟ هيدروجين بوند. يسوي هيدروجين بوندينج. وياها من يسوي عاده؟ يسوي ويا الالكترون بير اللي موجوده بال الكربون دبل بوند او، او الكربون دبل بوند ان. وياي ولا وياك؟ فانتم تصوروا عندي كربون دبل بوند اوكسجين بها الكترون بير، وجبت سولفنت كحول اللي هو ايثانول، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي هاي الاتش اللي موجوده بالكحول اللي تكون بين الاكسجين منها وبين الاكسجين الثانيه، قلنا بين تو الكترونيجاتيف اتوم، فايش راح يسوي؟ راح يسوي هيدروجين بوندينج ويا من؟ ويا الكربونيل. يعني من سوت هيدروجين بوندينج شو سوت هي؟ سحبت شويه من هاي الالكترون بيرز اللي موجوده اللي هي نون بوندينج الكترون،
سحبتهم صح ولا لا؟ اي صحيح اكيد. يعني شنو سوت؟ قللت الالكترون دنسيتي اللي تكون عباره عن الكترون بير. من قلت الالكترون دنسيتي بالالكترون بير شنو صار عندي؟ بدل ما صار عندي بلو شيفت. واضح؟ فاذا عندي بولر سولفنت من استخدمه ويا خلينا نقول ويا الان باي ستار ترانزيشن ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي بلو شيفت. فمثلا اذا اجيب لكم سؤال انه عندي انون وهذا الانون ايدك تعرف لي راح يصير عندي هذا ان باي ستار لو باي واي ستار ترانزيشن، شو نقول مثلا؟ شلون تعرف مركب معين ويعطي ابزوربشن؟ هاي الابزوربشن هي ان باي ستار لو باي واي ستار من خلال اتم التم. اذا اكو اتم بها لون بير ما اعرف ما اعرف اتم بها لون بير او لا دكتور. حسب اللون دكتور من خلال طول الموجي شلون يعني يعني اذا قليل راح يؤديني ان اسوي لي بلو شيفت، اما اذا كان عالي راح يصير عندي اجيب هاي الماده مثلا اخذها اخذها بنن بولر سولف. الماده ما اعرفها بيها هيترو اتم ما بيها هيترو ما عادي، بس بدي اشوف انه هذا ان باي ستار لو باي باي ستار. ايش اسوي؟ اجيب هاي الماده واخذ لها خلينا نقول اقيس اللمدا ماكس مالتها بنن بولر سولفنت. بنن بولر سولفنت طلعت مثلا خلينا نقول 210. ارجع نفس الماده اخذها ببولر سولفنت طلعت 220. شو اقول انا هاي ان باي ستار لو باي واي ستار؟ شنو صار بيها من 210 الى 220؟ شنو صار بيها؟ ارتفع طول الماده. ها لو باي باي ريد شيفت لو باي باي ستار ريد شيفت باي باي ستار. البولار مال سولفنت من الزيد وسوت ريد شيفت معناها شنو عندي؟ باي باي ستار. لكن اذا هي بالبدايه قصتها 210 ومن غيرت السولفنت الى ايثانول مثلا صار مور بولر، بدل ما 210 صارت 200، صار شنو بيها؟ بلو شوت. فش اقول؟ اقول انا هاي ان باي ستار. دكتور العفو نعم بس قلت هاي اذا قصناها بنان بولر سولفنت. شوف بابا احنا شنو عندي؟ عندي ان باي ستار، خلينا نقول هسه عنوان عام الإفكت أوف بولر سولفنت أون لامدا ماكس. شنو تأثير البولر سولفنت؟ البولر سولفنت على الـ N by star راح يسبب لي بلو شيفت. أوكي؟ أوكي؟ أوكي دكتور. لا بس سؤال يعني إحنا سمنا أخذنا هاي المادة بدنا نعرفها أول شيء جربناها نجربها بنن بولر سولفنت. إيه بنن بولر سولفنت نجربها. نجربها مثلاً بالسايكلو هكسان مادة نن بولر ونجربها بعدين بالإيثانول. فبالبداية نن بولر وبعدين استخدمنا مادة بولر صح ولا لا؟ فنشوف الإيثانول إذا كانت نن بولر ما تطلع بالنن بولر تطلع لي قيمة معينة، بالبولر راح تطلع قيمة ثانية. فهاي القيمتين من أقارهم إذا صار عندي بلو شيفت معناها شنو؟ المادة بها N باي ستار. إذا المادة صار بها ريد شيفت معناها شنو عندي موجود؟ باي باي ستار. دكتور يعني انا راح اقيسها بسولفنات اثنين واقارن. يعني مثلا اجيب لكم هم بالامتحان انه كومباوند اي ان سايكلوهيكسان كان اللمدا ماكس مالته 220، بالايثانول صار اللمدا ماكس مالته 230. انا ما اعرف شنو الكومباوند اي which one of the film compound is خلينا نقول the best answer، واعطيكم مجموعه مركبات فانتم تشوفون ياها واللي يكون بما انه صار عندي ريت شيفت معناها شو تسوون؟ ياها واللي بي باي باي ستار هو اللي اختاره. طبعا باي باي ستار راح يكون لازم يكون كونجيجيتد سيستم حتى يعطيني فوق ال 200. اذا كان عندي بس ان باي ستار ما يفيدني. فانتوا مثلا خمس مركبات تعطيكم اياهم تختاروا نو، بما انه صار عندي ريد شيفت فاروح على الباي باي ستار. اذا كان بالعكس بلو شيفت اروح وين؟ على اللي بيها ان. وضحت دكتور؟ يعني بالسؤال تعطينا وين صار الشيفت لو احنا حسب ال يعني هسه سؤال انا راح اعطي السؤال. مادة معينة سبستانس اي قلت لك بالسايكلوهكسان 220 وبالايثانول صارت 240، تمام؟ هذا السؤال. اه يعني اذا شفناها زادت يعني ان باي ستار يعني انا طيت هسه 20. سمعيني كان 220 بالسايكلوهكسان، بالايثانول شنو صارت؟ صارت 240. شنو صار عندي بلو لو ريد شيفت؟ بلو. لا شلون بلو؟ يزيد بلو لو اللي يقل بلو دكتور. الويف لينك بابا اذا زاد الويف لينك يعني صار عندي ريد شيفت يعني طاقه اقل. هي حسب الرنج نحدد بلو او ريد.
اذا كانت ريد اللي هي باي لباي ستارز، واذا كانت بلو اللي هي ان الباي. يعني من 200 الى 220 جاي يصير عندي ريد شيفت، من 220 الى 250 ريد شيفت، 250 الى 300 ريد شيفت. يعني شنو طول الموج جاي يزداد؟ يعني شنو بيصير بالانرجي؟ شنو يصير بيها؟ تقل لو زيد طول الموج من يزداد الطاقه شبيه قل الطاقه قل، يعني تروح باتجاه الطاقه الاقل. هذا الفرقين. فالقصد انه انتم مثلا ممكن يجيكم هالشكل سؤال مثلا ب سولفنت معين كذا، وبسولفنت ثاني يكون كذا، فانتم شوفوا شو يصير به. القصد يعني سموه انا احددكم طريقه معينه. اذا صار عندي ريد شيفت، يعني من اخلي بولر سولفنت وصار عندي ريد شيفت، معناها دبل دو باي 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 ستار. اذا استخدمت بولر سولفنت وصار بلو شيفت، شنو معناها؟ عندي ان باي ستار. دكتور يعني احنا على طول الموج اكيد تنطينا يعني مو يعني طبعا لازم اعطيكم اياها. يعني ما اقول لكم شيء مثلا ما وما اسالكم سؤال عني حسب الطول الموجي، يعني اذا زاد معناها راح للاحمر لان الطاقه قلت وهيك مو دكتور؟ انت اي بالضبط راح تحددون، يعني تحددون الويف لينث وتحددون يعني مره هسه مو شرط اذا زادوا هاي، يعني مرات افر لك اياها من طيت اياها نن بولر 220 بالبولر صارت جت 250، فتقولي 220 زادت صارت 250، هنا شنو صار عندي؟ ريد شيفت. تمام؟ زين اذا جيتها بالعكس انا قلت لك بالايثانول 250 بس بالسايكلو هوكسان شنو صار عندي؟ صارت 220. هسه هنا تعمل ريد لو بلو، ها وياي سمعوني ولا لا؟ شباب صوت واضح لو انقطع الصوت؟